نتمنى أن لو تتطور، وإحنا ندعو دائما طلاب العلوم الدينية أن يتدخلون لتطوير المجالس القرآنية في البيوت، ولو بحديث قرآني مختصر، يعني عالم دين طالب علم يعني يأخذ جزء من وقت المجلس ولو 5 دقائق يتحدث في مفهوم قرآني. وقفوا القرآن 5 دقائق، أنا عندي حديث قرآني، فنروج المفهوم الحديث القرآني في المجالس الحسينية، حتى المجالس القرآنية حتى نطورها.